السلام عليكم يا جماعة، وزي ما عودنا حضراتكم في قناة العملاق الموازين عندنا كل جديد في جميع أنواع الموازين، وإن شاء الله هنشرحها تلقائي والصيانات والحاجات دي. النهاردة حبينا نعرض فكرة سريعة كده عن بعض الموازين المنزلي أو موازين الإيد أو موازين الجيب حسب ما بتتسمى بالمسميات بتاعتها العديدة. طيب أنا كنت عاوز أعرف استخدام الموازين ديت إيه سريعا كده. أول حاجة أنا بفتح الميزان زي ما هو ظاهر معايا كده، بعلق ده كده ونفتح مثلا ده نعلقه مكانه كده. اول حاجة بضير الميزان كده، بيظهر معايا زي ما هو ظاهر كده مكان الحجاير، بركب حجارتين بتوعه اهمت، وبقفل الغطاء بتاعي تلقائي، بعلق الميزان بتاعي، بقفل وافتح الميزان، هيبدأ الميزان يظهر معايا، بعدله وشه لينا بس يا جماعة، هيبدا الميزان يظهر معايا زي ما هو كده مصفر. طيب انا حبيت اعلق جنش، احب اعلق اي حاجه ارفع بيها الميزان. لما اعلق جنش مثلا نفترض زي كده، بس هو الجنش ده شكله مش هيركب يا جماعه، نعلقه باي وسيله ان كانت، مثلا عاوز اعلق جنش زي ده او مثلا خطاف او حاجه زي دي مثلا اسهل واحسن، حاجه زي كده جنش او خطاف او اي حاجه زي كده، بصفر عليها يا جماعه ايا كان وزنها، بصفر عليها من التير هنا. التير هنا غير الموازين، بعض الموازين بنشرح نقول التير ما تصفرش منه، لا في موازين بتصفر وفي موازين ما تصفر. بيظهر معايا زي ما هو ظاهر كده، حبيت اجي اوزن مثلا معيار، عاوزين معيار مش عارفين ايه اللي ممكن يمسك في البتاع ده، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيبه حاجة كده تكون روحها واسعة شوية. طيب نخلي مثلا المعيار هنا أحسن، هيبقى المعيار زي كده. المهم يا جماعة احنا عاوزين نعلق المعيار، مش عارفين نعلقه ازاي، بسم الله. طيب هو المعيار كده كده شكله مش عاوز يتعلق يا جماعة. طب هي الفكرة في ايه يا جماعة؟ ان انا مثلا، طب الحمد لله ربنا هذا المعيار اهوت واتعلق زي ما هو ظاهر معايا 995 جرام، لان حساسة الميزان ده 5 جرام. طيب حبيت اصفر على المعيار، بصفر عليه من التير ده اللي هو ظاهر معايا ده يا جماعه. طيب اليونت ده يا جماعه عشان ده شغل ابحاث وفي شغل ممكن ان هو يوزن له غلط. طب انا لو شلت الكيلو مع ان كنت خايف ان انا اجي ارفعه، طيب المهم انا صفرت على المعيار بعد ما ظهر معايا الكيلو اللي هو الفارق، اجي اوزنه تاني مثلا حاجه زي كده، هنا ظاهر معايا 995 جرام، لو غيرت من اليونت ده يا جماعه هيدوني 2 كيلو وحاجه. طب هقعد اضغط على الحاجات دي بتديني اوزان مختلفه؟ في ناس بتستخدم الاوزان ديت في حاجات يقدر ان هو يستخدمها في كوزن او بيع او شراء او حاجات زي كده. انت تقدر انت تفهم ان الميزان ده تقعد تضغط على الزراير ديت لغايه ما يرجع عندك على الكيلو جرام زي ما هو ظاهر معايا كده. طيب انا شلت المعيار بتاعي، هيبدا اداني حرف القفل ده يا جماعه، القفل ده بيفضل مثبت معايا الوزن حتى لو شلته من المعيار لحد ما اديله امر من التير ان هو يبدا يصفر معايا زي ما هو مصفر معايا كده يا جماعه. طيب بالنسبه للميزان ده احنا عرفنا استخدامه، الميزان ده يتبقى على جميع انواع الموازين، رخيص جدا ب 75 جنيه ملو يعني، وصيانته سهله جدا يا جماعه، هنشرح صيانته فيما بعد. اجي ارفع اصفر مكان الخطاف اللي انا شلته. طيب نيجي بقى في الميزان ده اللي هو اكثر انتشارا برضو والنظام سعودي وكلام من كده، باجي اوزن على الميزان ده بيديني وزن غلط. طب انت عرفت الوزن الغلط ازاي؟ اول حاجه يا جماعه انا بخلي الدراع دوت بظبط السن بتاعه، بخليه واقف على الزيرو، ممكن يكون نازل لتحت وزن لفوق حاجات زي كده. طيب لو الميزان ده يا جماعه باجي اوزن عليه وبيديني وزن غلط، طب اعمل ايه؟ اول حاجه بحط على، افتح الميزان ده سنه كده وبكب هنا زيت اكل، بحط عليه زيت اكل. بعد ما بحط عليه زيت اكل من هنا، باخد الجنش اعلقه في اي مكان وبقعد اشد فيه شويه، اشد فيه جه مثلا زي 10 15 شده كده، كل ما هشد فيه انا. الفكره في ايه يا جماعه؟
الفكره ان انا بلين السوسته نفسها عشان السوسته صدت، فبلينها مع الزيت، بقعد اشد فيه كده لغايه لما بيرجع يظبط على الوزن بتاعه. طب لو ما ظبطش على الوزن بتاعه باخد الشداد بتاعه بعد ما بشده شويه كده 10 15 مره، برجع اظبط من المؤشر ده ارفعه تاني فوق على الزيرو زي ما هو موجود ده. عرفت؟ يبقى علاج الميزان ده الوحيد علاجه زيت. علاج الميزان ده علاجه زيت. لو بيخرف او ما بيوزنش او بيوزن غلط او حاجات زي كده، هتحطي هتشده شويه، لازم انت تشد شويه كده، وكب فيه زيت اكل، شويه زيت اكل، مش لازم تغرقه يعني، ده بكب شويه زيت اكل، وبعد كده بتقعد تشد في السوسته دي شويه كده، تقعد تشد كمان، تشد تشد زي ما احنا بنشده كده شويه، انت فاهم قصدي، لغايه لما السوسته تلين معايا، تبقى لينه معايا عشان تديني الوزن بتاعي مظبوط. بعد كده بظبط المؤشر على الزيرو واوزن طبيعي يا جماعه، وكده الامور تبقى طيبه ان شاء الله. ولو في اي استفسار او في اي تعليق سيبوا لنا تعليقاتكم، سيبوا لنا استفساراتكم وهرد عليكم ان شاء الله.